كل ذكرياتنا الحلوه فعلا كانت في سبتمبر، كل حاجه حلوه اتعلمناها، كل الاخلاقيات، العطاء، كل حاجه اتعلمناها من سبتمبر. كانوا شداد بس لما كبرنا فهمنا الفرق، هي مش شده، هي كل الناس اللي في ستان فاميتا ليهم هيبه، مش بيخوفوا، مش بيأذونا، بس هيبه بمعنى ان هم كان ليهم احترام. كل يوم سرزينا وسرجرجات كانوا دايما بيقعدوا معايا وان هم يحاولوا ان هم يشجعوني اكتر ان انا الاقي حل مشكله بنفسي. علموني حاجه انا مستحيل مهما كبرت ان انا انساها، علموني ان انا دايما اكون مسؤوله عن قرار اللي انا باخده، اخد القرار مسؤوله عن عواقبه سواء كانت حلوه او كانت وحشه. علموني ان انا اقف اتكلم من غير ما اخاف، من غير ما اتكسف. سنت فامي بتفرق في كل حاجه. سنت فامي مش بس اثرت فيا في موضوع الاكلات، بس موضوع الفرنسي انا من يعني اكتر حاجه فرقت معايا لحد دلوقتي. بس يعني ما سبتش الفرنسي لحد ما خلصت سنت فامي، بس بعد كده كملته وفرق معايا لحد دلوقتي. اي يعني فرنسي مش بس لغه سنت فامي بتتعلمنا، لا بس هو كمان لغه ديليكا بتخلي اي حد عنده الفكر وعنده الطابع بتاع سنت فامي. انا احب اشكر مجموعه الشباب اللي عملت الفيلم. في ناس كتير عمرهم سمعوا على سنت فامي، اول مره يشوفوها لما عملوا الورك شوب بتاعهم بنينا، وراحوا بقى ايه اتعرفوا على تاريخ المدرسه واخرجوا الايه الفيلم ده. يعني الفيلم ده اخرجوا ناس ما كانوش طلاب من الايه العائله المقدسه.